الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ما زلنا في أواخر آية الكرسي، ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم. تكلمنا عن الاختفاء، هي تحصين عظيم، ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم. إذا قرأت 1000 في الصباح يوميا تحصين إليك ولعائلتك. هناك بعض الأمهات وبعض الآباء يقولون مثلا: ماذا أقول لأبناء أن يفعلوا للتحصين، أو لزوجي أو لزوجتي، أو ممكن تفعل بنية العائلة. مثلا أنت تقرأها 1000 مرة وبنية تحصين العائلة كلها التي في المنزل، تحصين المنزل 1000 مرة، ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم. من سرها أيضا استرجاع الغائب. يا إخوتي، من أعظم أسماء الله ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم، استرجاع الغائب. أينما يكون، لماذا الغائب غاب عنك؟ لأنه نساك. تذكر، لماذا الغائب غاب عنك؟ لأنه نساك. وإذا بدأت تقول ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، سيتذكرك ويرجع إليك. من أعظم أسماء الله الحسنى لاسترجاع الغائب هو ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم. هذه الأسماء ترجي الغائب. كذلك العلي العظيم كما قلنا في السابق تجعلك عظيما في عيون الناس، وتجلب الزبون إلى المحل التجاري، تجلب التجارة. المرأة، الفتاة أو المرأة التي تريد أن تتزوج، عليها ب ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم، الذي ليس عندها قبول. يعني هذه أواخر آية الكرسي هي سر من الأسرار، من يطبقها سيرى عديد من النتائج. استرجاع الغائب ولا يؤود حفظهما هو العلي العظيم. اقرأ 1000 مرة في اليوم لمدة 40 يوم، تسترجع الغائب إن شاء الله. هذا كل شيء، أتمنى لكم الخير وإلى اللقاء. لا إله إلا الله، 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 لا إله